مرحبا أصدقائي، لا شك أنكم سمعتم بسلسلة ناروتو الشهيرة وألعابها التي تميزت واشتهرت كثيرا، وخصوصا سلسلة ستورم بأجزائها الأربعة. ولكن وبعد ذلك ظهر إصدار حصد معظم معجبي ألعاب ناروتو، مما جعل هذا الإصدار يصبح الأول على صعيد ألعاب ناروتو. حسنا، وما هو ذلك الإصدار؟ إنه ناروتو شينوبي سترايكر. وقبل أن نبدأ أصدقائي، هاي ماذا تفعل يا ولد؟ كيف دخلت إلى هنا؟ ابتعد، أنا من سيقدم المقطع اليوم. ما هذا الكلام؟ يا إنتاج ماذا يجري؟ قلت أنا من سيقدمه. حسنا. السلام عليكم ورحمة الله. قبل أن نبدأ المقطع أصدقائي، سأقوم بذكر النقاط التي سنغطيها في هذا المقطع. أولا، التعريف باللعبة. ثانيا، شرح جزء من قصتها. ثالثا، شرح أسلوب اللعبة. رابعا، المنصات الداعمة للعبة. خامسا، موعد نزول اللعبة. وقبل انتقالنا إلى الشرح أصدقائي، أعلمكم بأننا سنلتزم نشر المقاطع الجديدة في كل يوم خميس بإذن الله، فتابعونا. والآن ومن دون لماذا أقلد المعلقة السابقة أصلا؟ سأقول جملة مختلفة. هيا لنبدأ الشرح يا أصدقاء. ناروتو شينوبي سترايكر هي لعبة رسوم متحركة ثلاثية الأبعاد، وتصنيفها مغامرات وحركة وخيال. أما منظورها فمنظور ثالث، أي أن اللاعب يستطيع رؤية شخصيته كاملة، وتكون معظم ألعاب المنظور الثالث ألعاب تقمص لشخصيات اللعبة. أنا متأكد أن المعلق السابق لم يذكر هذه المعلومات. أنا أفضل منه بلا شك. صحيح، أنا أرغب أن أعرف رأيكم عن تعليقي الصوتي. هل أنا مناسب لهذا أم لا؟ شاركوني رأيكم عبر التعليقات أصدقائي، فهذا يهمني جدا. حسناً، لنتابع. آسف، أطلت عليكم. هذه اللعبة نشرتها شركة بانداي نامكو، وطورتها مجموعة السولل. وهذه اللعبة عبارة عن ساحات قتال داعمة للعب الجماعي على الإنترنت في معظم الأحيان، ولكن هذا لا يعني أنها لا تلعب إلا عبر الإنترنت، بل يمكن اللعب بها وهي منفصلة عن الشبكة ولها مهمات خاصة وقصص معينة. ولكن ولأنها كما أسلفنا تعتمد على الشبكة في معظم الأحيان، ليس فيها الكثير من المغامرات أو القصص المعروفة عن ناروتو وأصدقائه. والسبب في أن الشركة الناشرة للعبة نشرت هذه اللعبة على هذا المنوال هي أن أحداث اللعبة تدور في حقبة بوروتو أوزوماكي الذي هو ابن الهوكاغي السابع ناروتو، مما دفع الشركة إلى إصدار تجربة جديدة من ألعاب ناروتو. يقوم اللاعب بصناعة شخصيته الخاصة به، ويضيف إليها التفاصيل التي يريدها، وينسب نفسه إلى القبيلة المحببة إليه، سواء كانت قرية الورقة أو الرمل أو الضباب أو غيرها. ثم يدخل قرية الورقة التي تقام فيها بطولة ضخمة تضم عددا من الشينوبي الأغرار الذين يريدون انتزاع الفوز في هذه البطولة. وسيبدأ اللاعب بالتدرب على يد المعلم كاكاشي وغيره من المعلمين والشخصيات الشهيرة الذين ستكون مهمتهم تجهيز اللاعب لخوض البطولة. وبعدها على اللاعب أن يصوغ تتمة القصة بنفسه، فإما أن يكون أحد أبطال البطولة وإما لا. أما عن أسلوب اللعبة، فاللعبة تعتمد في البطولة على اللعب الجماعي عبر استخدام شبكة الإنترنت، ويكون القتال في مناطق يدور الصراع فيها بين فريقين، وهذان الفريقان مكونان من ثلاثة لاعبين، وكل واحد منهم يمتلك مهارات خاصة، إما دفاعاً أو هجوماً أو تكتيكاً أو معالجة. ويمكن للاعب أن يجهز عتاده وأسلحته اليدوية الخاصة من كوناي وشوريكن وسيوف قبل المعركة. وفي أرض المعركة يتمكن اللاعب من القفز والسير على الأشجار والجبال والجدران والماء باستخدام طاقة الشاكرا. وهذه المهارات طبعا مستندة إلى المهارات التي عرفت في الرسوم المتحركة من ناروتو. مثال على ذلك كرة النار الخاصة بساسكي أوتشيا. وبهذا سيشعر اللاعب أنه أصبح الشينوبي له مهاراته الخاصة وقوته المعتبرة في هذه البطولة، وخصوصا إن كان معتمدا على سلسلة من الانتصارات التي ترفع الرأس ضد خصومه. وأثناء مشاركة اللاعب في البطولة يحصل على الكثير من الجوائز، وخصوصا إذا حقق الكثير من الإنجازات والانتصارات.
وتتعدد الجوائز في اللعبة، إما مال أو مهارات مميزة أو ثياب أو إضافات يضيفها اللاعب لنفسه، ويمكن له شراء الملابس والأقنعة والإكسسوارات المميزة بالمال الذي يجنيه من المسابقة. كما يمكن للاعب اتخاذ بطل من أبطال سلسلة ناروتو معلما له، وبهذه الطريقة يتمكن من إتقان مهاراته والحصول على ثياب وعتاد مشابه لثياب المعلم وعتاده. ويمكن للاعب أن ينجز المهمات الخاصة والتدريبات وهو منفصل عن الشبكة، ولكن لا يمكنه خوض معارك البطولة إلا وهو موصول بشبكة الإنترنت. أما عن المنصات الداعمة، فاللعبة متوفرة على أجهزة بلاي ستيشن 4 وإكس بوكس 1 وأجهزة الحاسوب، وتحديداً في متجر ستيم الشهير. أما عن موعد نزول اللعبة، فقد نزلت اللعبة في 30 من آب عام 2018. كان هذا أصدقائي شرحاً للعبة ناروتو شينوبي سترايكر. أرجو أن يكون المقطع قد نال على إعجابكم. أستودعكم الله أصدقائي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.